واحد من أكثر الأمراض انتشاراً وشيوعاً في العراق هو العجز الكلوي. ما بين 12,000 إلى 15,000 مريض يراجع مراكز غسل الكلى أسبوعياً. يشتكي المرضى من قلة عدد المراكز، الزخم، قلة المواد المستخدمة في عملية الغسل. لذلك وضمن توجهات الحكومة الجديدة بدعم القطاع الصحي، افتتح قبل أيام المركز الوطني لغسل الكلى في دائرة مدينة الطب. شنو يقدم هذا المركز وشنو إمكانياته وشنو الأسباب اللي تؤدي للإصابة بمرض الفشل الكلوي؟ راح نتعرف عليها بهذه الحلقة من برنامج في الطب. هذا خسته الثاني صار عندي فرق تقريبا، عندي فرق يعني أجهزة حديثة والسحب بصورة صحيحة مضبوط وضغطي، وهسه كادر هم وياي الحمد لله يشيكوا لي ضغطي، يشيكوا لي سكري، نعمة نعمة إن شاء الله خير. بالمراكز أكو زخم بس إن شاء الله أكو تطور، وهذا المركز يعني فشي خرافي. أنا أقول لك يعني ما شفته إلا بالخارج، أنا سافرت للهند وشفت هيك مراكز يعني موجودة بس بدول البرة. هذا المركز يضاهي الدول الخارجية. أحب أشكر المسؤولين، وأحب بالدرجة الأولى مدير الديلزة دكتور أحمد الخفاجي والكادر اللي يتعبوا ويانا يعني خادمنا الكادر بشكل من بنات ولد. هاي أول غسلة لي هنا. أي هذا الشيء شفته برا، يعني الأجهزة والأسرة والخدمة شفتها برا. إن شاء الله إحنا نتأمل أكثر بعد. والله يعانون من قلة الإمكانية من حيث الدواء، من حيث الخدمات المقدمة إلها، من حيث المعين المتفرغ أو الرواتب. يعني أغلبيتنا إحنا باستمرار مستمرين على الغسل، نحتاج دعم ودعم قوي، يعني مو دعم اعتيادي من حيث قلت لك المعين المتفرغ، راحتنا وجيتنا للمستشفى، هاي كلها تكلفة علينا. مرضى الفشل الكلوي أو العجز الكلوي هو نتاج لأمراض يصاب بها الإنسان مثل السكري والضغط وعدم السيطرة عليها، تؤدي بالنتيجة يعني بعد فترة طويلة وعدم السيطرة على المرض إلى عجز كلوي. العجز الكلوي يبدأ بقصور كلوي بالغالب ثم يتطور إلى عجز كلوي، وخاصة بالنسبة للمرضى اللي غير ملتزمين بالعلاج أو غير ملتزمين بالمراجعات أو اللي يهمل بعض الأمور المهمة الصحية والعلاج، فبالنتيجة يعني قد تصاب الكلى بأضرار وقد يؤدي ذلك إلى عجز كلى، إضافة إلى بعض الأمراض اللي تتمثل بحصى الكلى اللي تسبب انسداد بالمجار البولي، وليس كل حصى الكلى، نادر جدا منها يسوي، وبعض الأمراض الوراثية أيضا تسبب عجز كلى، بعض الأدوية اللي تؤخذ بدون وصفات طبية فأيضا ممكن أن تسبب ضرر في الكلى وقد تقود إلى عجز كلوي. إحنا بصورة عامة أول ما يجينا مراجع العجز الكلوي أول تحاليل اللي نسوي هي اللي هي تحاليل فيرولوجية، لما نتأكد أن المريض خالي من أي فيروس اللي هو الأنتي إتش بي إس والأنتي إتش سي بي والإتش آي بي التهاب الكبد الفيروسي والعوز المناعي. إن كل مريض خالي من الفيروسات نحدد نوع الصالة اللي يغسل بها، من بعدها نجري إلى التحاليل الكيميائية وتحاليل الباراثايرويد والفيتامين دي 3 والحديد ومخزون الحديد اللي هو التوتال أيرون بايندينج كاباسيتي والفرتين بالإضافة للأيرون. هاي التحاليل إحنا بالعادة نسويها شهرية للمريض، بس النيولي كيس أيضا كذلك اللي يدخل المريض إنه أول بداية اول شيء نسوي له الفيرولوجي عمود نحدد الصاله، بعدها نسوي له التحاليل هاي مالته الثابته على اساس يتحدد نوع الغسل ويتحدد العلاج مالته ويتحدد الشفتات الغسل مالته وايام الغسل وعدد ساعات الغسل. هاي بالنسبه للمريض الجديد. المريض اللي ثابت يمنا طبعا عندنا عاده بكل شهر، عندنا اسبوع بالشهر نهايه دائما نهايه الشهر يكون اسبوع شهريا احنا نشتغل لكل المرضى كل التحاليل الفيرولوجي والتحاليل البايوكيميائيه وبالاضافه الى تحاليل الالكترولايت بالاضافه الى تحاليل الفيتامين دي 3 والبي تي اتش والفرتين والتوتال ايرون بايندينج كاباسيتي. هاي نشتغل هي شهريا ونوزعها احنا على الطبلات، وبالاضافه بعد هذا يجي يطور الطبيب عليها وبعد هذا ينصرف العلاج للمريض اللي هو يغسل يمنه.
اكو هواي امور تاثر على الكلى، مثلا مرات الضغط، ارتفاع الضغط والسكر يضرب الكلى، واكو مرات حتى يعني امراض تصيب الكلى، فيصير فشل باداء وظيفه الكلى، فالكلى يعني تقوم ما تقدر تقوم بعملها بطريقه صحيحه زين، فيؤدي الى ارتفاع اليوريا، واليوريا من ترتفع راح يصير الدم يعني تسمم بالدم، فالمريض يلجا الى الغسل. والله بعد عجز كلوي في طبيعي يعني مشاكل هواي تصير بالجسم، زيادة السموم، المشي عندي ضعيف. عادة تمر مراحل قبل أن يوصل إلى الغسل. الغسل هو لما يوصل إلى فشل كلوي أو عجز كلوي تام، بحيث أن الكلى لا تستطيع أن تقوم بدورها بصورة تكفي الجسم، يصل إلى غسل كلوي، وهذا يسمى الفشل الكلوي، الفشل الكلوي أو العجز الكلوي. قبل هالقصور الكلوي أيضا يكون وظائف الكلى عالية اللي هي يوريا وكرياتينين، لكن ما وصل إلى مرحلة غسل، بحيث الكلى تشتغل بكفاءة أعلى من 15% ممكن أن تكفي الجسم، لكن بالاستمرار بتطور الحالة راح توصل إلى عجز كلوي. نعم، هواية صارت هي بكثرة شغلت الكلى، سبحان الله كثرت يعني كثرت يعني صار زحم كلش قوي، يعني زحم كلش قوي كنت ما تتوقع، يعني ينزلون بالطوارق الفوق، يعني أقل شيء ينزلون في 8-9 حتى الكادر ما قاعد يلحق، سبحان الله والعلم عند الله. والله زين، والكادر قايم بواجبهم الى اخر يعني حد، اقصى حد الناس قايمه بواجبها. اكو زخم بالمراكز يصير؟ والله كان اكو زخم، بس هسه بنفتحوا هذا المركز ان شاء الله يخف الزخم. شنو اللي يحتاجه المريض العجز الكلوي؟ والله توفر الادويه والمتابعه، يعني هو والراحه النفسيه من حيث قلت لك رواتب الرعايه وما الى ذلك، لان عندنا ناس معدمين من هذا الجانب. مرض العجز الكلوي هو اخر مراحل اعتلال وظائف الكلى، يكون حيث انه الكلى تفقد قدرتها وظيفتها على مساعده جسم الانسان تخلص من السوائل والاملاح والسموم الزائده عن الحاجه. هو الى عده اسباب، منها امراض وراثيه، منها تكون نتيجة أمراض مزمنة مثل ارتفاع الضغط المزمن، ارتفاع السكر المزمن، داء السكري، التهابات المتكررة، انسدادات المجاري البولية والتهابات الحصى المتكررة، وغيرها من الأسباب. ممكن يصيب عدة مراحل عمرية، ممكن يكون من الأطفال إلى حد الكبار، يعني الأعمار الستينات وفوق. طبعا هو الانسان من يوصل الى مرحله العجز الكلوي بعد حيكون يحتاج الى جهاز الكليه الصناعيه اللي هو الديلزه او الغسل الكلى، حتى نساعد الجسم يتخلص من السموم اللي هي اليوريا وغيرها من الاملاح اللي تبدا تتراكم بالجسم والسوائل. الغسل عده انواع، ممكن الغسل البريتوني والغسل الدموي اللي هو البطيء، واكو الغسل السريع اللي هو موجود في عندنا الديلزه الدمويه اللي هو حاليا في المركز. صعبه، انت لازم تعرف انه الكلى هي مصفات الجسم، بدون هذه المصفات راح تتراكم السموم بالجسم، تراكم السموم بالجسم يؤذي القلب، يؤذي الكبد، يؤذي العين، يؤذي كل اعضاء الجسم والدماغ بالنتيجه، وهذا راح يؤدي الى فقدان الوعي ويؤدي الى مشاكل كثيره مستقبلا، وقد يقود الى قضايا صعبه لا سامح الله. اذا كانت الكلى عاجزه ان تطلع هذه السموم فلا بد بطريقه اخرى ان تطلع، وهذه الطريقه هي الغسل الكلوي. انت تاخذ جزء من دمه بهذا الجهاز عن طريق فلتر معين، تنظف الدم من السموم، من الاملاح الزائده، من المياه الزائده، ثم ترجع له دم نقي الى جسمه، وهذه هي هذا هو مبدا الغسل اساسا. فبدون غسل لا يستطيع ان يكمل حياته. تقريبا الغسله تكلف 150، هاي بس الغسله، تحليل ويا يجوز توصل 200. زين، هنا تسوي صوره مجانيه؟ صوره مجانيه، واذا
احتاجين اكثر من غسله، الطبيب الاستشاري ما يقصروا يغسلوننا. كلش قد اسان بالاسبوع مرتين. الاسبوع الواحد اي مرتين. تحدد عدد الساعات حسب حاله المريض، اذا كان عنده ادرار ام لا. اذا عنده ادرار وعنده عجز كلوي، هذا ما معناها في نسبه عمل للكلى ولو بسيط. هذا من الممكن انه ما ياخذ ساعات كامله، من الممكن انه ما ياخذ 3 غسلات بالاسبوع. لكن اذا كان مقطوع عند الادرار تماما ويعاني من انتفاخات والكلى لا يوجد لديه ادرار تماما، هذا ممكن ان ياخذ ساعات كامله، 4 ساعات و3 شفتات بالاسبوع حتى يغطي مستوى تصفيه الكلى للجسم الطبيعي. نعم، فيحدد حسب الحاله. ايش قد يحتاج كوقت للغسل الوحده؟ 4 ساعات. 4 ساعات؟ اي. الغسل المضبوط 4 ساعات. 4 ساعات؟ اي. يعني كل ما اقل هو افضل؟ لا، كل ما اكثر هو 4 ساعات، يعني احسن للمريض. اي. اكو مرضى ما يتحملون 4 ساعات، يعني هم يطلبون اقل، يتعبون على الغسل، يصير عندهم انخفاض بالضغط، لعبان، نفس تقيؤ. زين، كعدد الغسلات تحددوها بناء على حاجه المريض، بناء على السعه اللي عندكم؟ لا، حاجه المريض، الطبيب هو يحدد. اكو مرضى يعني حتى عندهم 3 غسلات بالاسبوع. الاسبوع الواحد؟ اي. اكو لا جدول يومين بالاسبوع. هسه حاليا 9:30، 9:30، وقالوا لنا ان شاء الله نسوي كنا 3 وجبات، واحنا محتاجين هاي 3 وجبات، وان شاء الله خير. المركز حسب يعني تم افتتاحه سابقا، هو مثل ما تعرفون من قبل معالي رئيس الوزراء، معالي وزير الصحه، والسيد مدير صحه دائره مدينه الطب، والمدير المركز دكتور احمد فاضل. طبعا بجهودهم المركز مجهز باحدث الاجهزه واحدث التقنيات، كادر متدرب ومن امهر الكوادر التمريضيه، تقدم يعني مستويات عاليه من الخدمه للارتقاء بمستوى خدمه الغسل الدموي والديلزه للمواطنين العراقيين. احنا طبعا عندنا اجهزه تختصر الوقت كلش هوايه، فجايبين انواع من الاجهزه انه هي على مود اختصار الوقت بالنسبه للمريض. ممكن المريض يصبر 5 ساعات او 6 ساعات او ممكن يوم، الجهاز يتحمل لود والنتيجه ما تظهر خلال ساعه او خلال نص ساعه، وبعض الاجهزه خلال ربع ساعه. والله هو قلت لك اهم شيء بالدرجه الاولى الحاله النفسيه للمريض تتوفر من حيث العلاج، يعني احنا عندنا قائمه طويله مال العلاجات ما تنتهي، وكل غسله الدكتور يضطر يغير لك نوع حسب الاحتياج الجسم له، عرفت شلون؟ ونشتري كله من برا وكله غالي. هاي الشغله. الشغله الثانيه المعين المتفرغ، يعني انت مخصص لك سيارة ومخصص لك شخص ياخذك ويجيبك، هم عنده عمل او عنده ارتباط، فراح يأجل هاي الامور كلها يربط وقته وياك، يعني هاي اذية وطامة كبرى. وقلت لك عندنا ناس يعني يتحصر على الكروة، عندنا ناس معدمة لا شغل لا عمل، تلقى عمالة وصار عنده عجز. أنا بطلع على الراتب نعمة الحمد لله، بس غيره ما عنده. فهي قامة كبرى. احنا بالوقت الحالي يعني كان شغلنا بالمركز السابق كنا محددين جدا بالرقعة الجغرافية، بس إن شاء الله على افتتاح مال هذا المركز الجديد راح تتوسع، لأن عندنا 81 سرير، راح تتوسع الرقعة الجغرافية مالتنا، ممكن نستقبل من محافظات، ممكن نستقبل من خارج الرقعة الجغرافية، أيضا ممكن نستقبل على هذا المركز. تعرف يعني صار في التكبير كلش زين بالنسبة لنا، لأن هناك كان عندنا عدد محدد من الأجهزة. ما نقدر نشتغل لكل المرضى مثلا، وبالعاده المرضى يجون من المحافظات او من بغداد من غير مستشفيات او احالات، انه يفضلون انه يشوفون الخدمه اللي متوفره هنا بمدينه الطب، يشوفون الخدمه غير شكل، يشوفون النظام غير شكل، السيستم غير شكل، فيفضلون انه يجي المريض هنا. بالعاده المريض من يدخل هنا يدخل، طبعا يدخل المريض يتخربط، يدخل طوارئ، من يدخل طوارئ فياخذ 3 غسلات، من بعدها نحدد له رقعه جغرافيه. هاي سابقا، بس في الوقت الحالي ان شاء الله راح تتوسع نظام الرقعه الجغرافيه بالنسبه لنا.
احنا هو حاليا نعمل نظام الرقعة الجغرافية، ولكن طبعا اكو يعني المرضى الحالات الطارئة خاصة في مستشفى بغداد لا يمكن استقبالهم حسب الحالات، تقييم الحالة اذا كان يحتاج غسل طارئ او لا. يعني محافظات يعني هو ليش يصير الزخم على بغداد وعلى مندية الطب الاخص؟ لان ماكو محافظات، ماكو. هسه انا بالزعفرانية قبل 3 سنين قالوا اكو مركز راح ينفتح مستشفى الزعفران، واللي حد الان كل شيء ماكو اكثر من 3 سنين بالوقت الحالي. إيه؟ يحتاج عدد مراكز اكثر، لان احنا كنا نشوف الناس اللي تيجي علينا مستشفى بغداد بالمركز مالتنا، يعني يجونا هوايه يحتاجون غسل وما نقدر نوفر لهم احنا سرير، يعني ماكو فماكو امكانيه. فهذا جانا المركز انه هو انقاذ، يعني توسيع عندنا، بالاضافه الى التوسيع انه صار بالعكس اكبر من ذاك المركز اللي موجود عندنا تقريبا في 700 يصير. يعني نعمه من الله، يعني ذاك الزحم هسه خف. عادة الغسل الفريتون يكون عن طريق البطن والسائل وكاستر، يعني نحط بالبطن ويكون هذا بطيء، يكون أبطأ في مساعدة الجسم بالتخلص من السوائل والأملاح والسموم، لكن يكون نستخدم الحالات الغير مستقرة، الناس اللي ضغطهم ما مستقر، الأعمار الكبيرة جدا، حالات يكون صحتها ضعيفة. الغسل الدموي البطيء اللي يستعمل بالعناية المركزة، هذا الناس حالات العجز القلب، الناس اللي مصابين بحالة الصدمة الوعائية. الغسل الدموي السريع اللي موجود عندنا، وطبعا النوع الأحدث منه اللي هو HDF، هذا يكون هو أفضل أنواع الغسل، حيث أنه يكون يخلص الجسم بسرعة من السموم واليوريا ومن السوائل المتراكمة. المركز الوطني لغسل الكلى اللي انتم حاليا موجودين فيه دخل الى الخدمه بعد افتتاحها من قبل السيد رئيس الوزراء ومعالي وزير الصحه وسيد مدير عام دائره مدينه الطب، وبدانا بالتشغيل التجريبي من يوم الخميس الماضي، واستقبلنا في اول تشغيل تجريبي 3 مرضى، ثم اليوم 7 مرضى، وهكذا يتصاعد العدد الى ان يوصل الى فول كاباسيتي، اي انه الاجهزه تكون مليانه والمرضى كاملين. تقريبا نتامل بالخطه من 1.5 الى 2 يكون يشتغل بشفتين وكامل الاجهزه باذن الله. هذا التشغيل التجريبي هو نظام عالمي لمده 1 شهر، يستمر تقريبا او اكثر في كل العالم، حتى انت تشوف مستوى المي اللي عندك، الار او، تشوف الاجهزه، تشوف الاسره، تشوف شنو النقص اللي عندك حتى تسده وتكمله، ولذلك تمر بفترة تشغيل تجريبي وهي لا تتعدى إن شاء الله 1 شهر 1.5 بإذن الله. ثم بعدها راح يكون يشتغل بكفاءة كاملة. يوجد 81 سرير و81 جهاز، أي يستقبل إذا كان شفتين باليوم 162 مريض باليوم، 81 زائد 81. نبدأ العمل من الساعة 6:30 بتجهيز المركز، ثم بالسبعة نبدأ نشد المرضى ندخلهم، ويبقى 4 ساعات من الساعة 7 إلى الساعة 11، ثم من 11 إلى 12 تعقيم وتعفير المركز وتعقيم الأجهزة وتحضيرها إلى الشفت الثاني من 12 إلى الساعة 4. بعد الساعة 4 من 4 إلى 5 يرجع يتعقم ويتعفر المركز من جديد، ثم يغلق لاستقبال المرضى الجدد في اليوم الآخر. حقيقة هو جزء من برنامج التوسعة اللي قامت بدراسته وإنشاء وزارة الصحة، مشكورة. كنا قبل عندنا 50-51 جهاز في المركز العراقي لغسل الكلى، وايضا اكو بعض الاجهزه في مركز زرع الكلى وغيرها. هذا ما كانت تسد الحاجه والاعداد المتزايده للمرضى، وخاصه اذا واكبنا البرنامج العالمي اللي يوفر 4 ساعات ب3 غسلات لكل مريض. اليوم بوجود هذا المركز وهذه الامكانيه، إن شاء الله نتأمل أن نوصل إلى هذا الاستندر بإذن الله، بحيث نوفر 4 ساعات و3 غسلات للمرضى حتى يكون صحته جيدة وما يعاني. وأيضا هو بالحقيقة كبرنامج، يعني إحنا إذا المريض يتخربط راح يكلف جدا، يكلف أهله ويكلف الصحة ويكلف العلاجات والطوارئ. من توفر له شيء أفضل، يعني وكأنما وقاية قبل هذه الأمور، توفر له غسلات كافية وكذا،
هذا ما راح يحتاج كثيرا الطوارئ، ويحتاج يصرف أدوية كثيرة، ويحتاج مراجعات كثيرة، فيكون أيضا بها مردود إضافة إلى أنه إنساني وأخلاقي للمرضى، مردود مادي بحيث ما تتكلف وزارة الصحة الكثير بالنسبة لمرضى عجز الكلوي إذا أخذ غسلات الكافية. طبعا احنا حاليا متواجدين بواحد من اهم الوحدات في هذا المركز، مركز غسل الكلى، وهو الوحده المسؤوله عن تنقيه المياه المستخدمه بعمليات الغسل، واللي راح يوضح لنا اكثر عنها استاذ ياسر. استاذ ياسر بدايه نعم نرحب بك ونتساءل عن دوركم بعمليه الغسل وشنو المهام اللي يقوم بها. طبعا هي من اهم مراحل الغسل هي منظومه الارو. إذا كان المي يجي بيها نقي 100% تقدر تغسل وماكو أي إشكال تصير على المريض، ولكن إذا صار بيها لا سمح الله أي إشكال يأثر على المريض ويعني تمتنع عن الغسل. بس الحمد لله والشكر طبعا هاي منظومة مثل ما تشوفها قدامك مكونة من عدة مراحل على مود المي يوصل. طبعا مراحل كل شيء معقدة، إذا نطول بيها بشرح نطول بيها. عندك المي يمر بفلاتر أربعة وراء منظومتين آرو، وإحنا عندنا فحوصات نجريها أسبوعيا ويوميا، وعندنا شهريا ايضا. اليوميه هي تخص الكلور والبي اتش وتخص الهاردنس، هاي نفحصها يوميا. عندك الفحوصات الاسبوعيه اللي هي نفسها بس تصير بالمختبر الهندسي اللي هنا بنديد الطب، وعندك فحوصات شهريه بمختبر البيئه المركزي، وفحوصات تخص السموم بوزاره العلوم والتكنولوجيا. وهاي الفحوصات طبعا يجري يوميا. عندنا ستاندرد احنا هاي يعني ستاندرد للغسل، لازم الكلور يطلع عندنا صفر، ماكو اي كلور. طبعا انا اقيسه بعده مراحل، يعني عندك الماء الخام اول ما يطب، وعمليه تصفيه اوليه بعد الرزن، وعمليه الار او 1 اللي هو هذا، بعدين عمليه الار او 2. طبعا كل مرحله بيها فلاتر وبيها يعني اجراءات معقده لحد لما يعني مي. يعني مضمون انه نسبه الشوائب هي 0%؟ طبعا صفر، احنا نقيسها. احنا شوائب طبعا ما تبقى شوائب، لان هي التصفيه الاوليه تروح. اللي يبقى عندنا واللي يخوف اصلا هو هاي العمليه، هو عندنا الهاردنس لازم العشره تطلع صفر، وعندنا لازم الكلور صفر، والبي اتش لازم من 6.8 الى 7.2. اذا يعني تغيرت هذه النسب، اذا تغيرت هذه النسب يصير مشكله عندنا بالغسل، يعني مشكله تصير بالمريض. نعم ما نقدر المي والله يعني تصير المريض العفو تتخربط حالته وتسوء حالته، ولكن الحمد لله والشكر احنا حتى عندنا احتياطي. ممتاز. حاليا سعه المركز تقريبا 81 سرير. هذه الوحده ايش قد تقدر تجهز؟ ماكو مشكله، تقدر تضخ ال 81 سرير، لان هاي مستمره، يعني عملها مستمر، انت تشغلها وانت تطفيها، واصلا هي بها نظام برمجه وبها ايضا نظام غسل ونظام تعقيم ذاتي، يعني هو من وحده تلقى. اذا زادت الاسره ممكن والسعه قادره هذه الوحده تجهز؟ ممكن انت تضيف عليها مضخه، يعني او تضيف عليها فد خلينا نقول فد سعه جديده او فد تانكر خزن وتمشي اموره والحمد لله. الامور اللوجستيه بهذه الوحده، الامور الهندسيه والفنيه. نعم. هذه يمكم لو يم الشركه التركيه المنفذه للمشروع. لا احنا باشراف كالصيانه مثلا. احنا الصيانه هم صيانه يعني عاد تكون على الشركه، ولكن باشرافنا. لازم يكون متواجدين، يعني انا متواجد او اي مهندس اخر متواجد، وتصير الصيانه يعني بوجودنا على مود يعني للتاكد من جوده اي فلتر او اي شيء، تاكد من الجوده مالته والرصانه مالته المستخدم هنا. لان تعرف هذا المركز هو يعني مركز جديد وواجهه لانه مدينه الطب. نعم. والحمد لله والشكر الامور جيده والحمد لله. ممتاز. هذا المركز مقارنه بباقي المراكز وهذه الوحده بالتحديد، شلون تشوف الامكانات المتوفره حاليا؟ يعني امكانات جيده جدا الحمد لله والشكر، يعني مركز ضخم ولكن يعني كل شيء بيه الحمد لله والشكر يعني يصير بصوره جيده والحمد لله. المركز الآن يوفر ثلاث أنواع من الغسل. الغسل الاعتيادي اللي هو الغسلات اللي موجودة في الأجهزة الاعتيادية. الغسل الثاني الأطور اللي هو موجود في أوروبا وفي أمريكا وفي بعض الدول المتقدمة بالمنطقة مثل دول الخليج، اللي هو نظام حديث دخل في مدينة الطب قبل 4 أشهر تقريبا، اللي هو من نظام الـ HDF يسموه، البمين يشتغلن. هذا نشتغل بالمركز القديم، وعندنا 20% من الأجهزة. تشوف أكو أجهزة أضخم من أجهزة أخرى موجودة، هذا يشتغل بمين، هذا بتقنيات معينة
المفروض أعلى وأكثر من التقنيات الغسل الاعتيادية. بعض المرضى يحتاجوها، وخاصة المرضى اللي ينخفض عندهم الضغط، المرضى اللي حالتهم الصحية تحتاج إلى متابعة أكثر، نخليهم على هذا الجهاز وهي تقنيات عالية، لكن بالمقابل نحتاج مستوى ماء عالي جدا، هو أعلى من النقي يسموه. والتقنية الثالثة هي التقنية طويلة الأمد، الغسل الطويل يسموه، اللي ممكن أن يبقى المريض على الجهاز، هو جهازين الآن موجودة من هذا، يبقى 3 أيام مستمرة على الجهاز في حالات معينة يستفاد منها المرضى. فنعم كل التقنيات موجودة اللي بالعالم موجودة في هذا المركز والحمد لله. هو ماكو بديل لعملية الغسل، ماكو بديل لعملية الغسل، بس احنا بشتى الطرق نحاول نوفر له سرير. اذا ما توفر سرير يرجع المريض على الرقعة الجغرافية مالته اللي هي مثلا مستشفى الكندي او مستشفى الكرامة، يعني مجبرين انه يوفروا له سرير، لازم يوفروا له سرير، لان حتى اذا ما ممكن يتحضر على عمليه الزرع او بعدين يكون تحت سن ال 50 يريدون يزرعوا له كله، هم كذلك لازم ياخذ له 2 إلى 3 إلى 6 أشهر يغسل ويستمر على الغسل، من بعدها يلا يبدون اجراءات الزرع ويزرعوا له كله. والله احنا اللي يعني التوجه والتعليمات من الاساتذه والمشرفين انه نكون يعني نحاول نقدم أكثر شيء نقدر نسويه للمريض من خدمة صحية، من فحص سريري، من تحاليل، ونحاول يكون طبعاً داخل المؤسسة نفسها حتى المريض يكون يعني ما يتعب يظل يطلع أو شيء، يعني دائماً إحنا عندنا خاصة مجمع مدينة الطب متوفر بكل شيء الحمد لله، فيكون المريض يجي يكون مرتاح يعني ما يتعب بالراحة والرجعة، ويكون تحاليله كاملة يعني ينفحص فحص كامل يعني. والله ما شاء الله مركز يعني أول شيء يأخذ عدد كبير وأجهزة حديثة، إيه نعمة، وبعيد عن زخم المستشفى ذاك شوي، هذا يعني شو نقول متطرف في شيء. طبعاً إحنا من يريدون يسوي له كدني ترانسبلانت لازم يسوي كل الفحوصات المناعية والتقبل الجسم له، فمو من شرط إنه الجسم ما يتحمل، يجوز ما يتحمل عملية الزرع أو ما يتحمل عملية الترانسبلانت أو عنده أمراض أخرى مثلاً ما تخلي، مثلاً عندنا بعض الأمراض المناعية الذاتية مثلاً ما نقدر نزرع على مثلاً. نوفر أكو بعض المرضى خاصة إذا عمره زين وذاك بعده شوية صحته زينة ويغسل، نوفر له زرع كلى أفضل، زرع الكلى هو أفضل لأنه تزرع له كلى، لكن المعوقات بوجود المتبرع وانسجام الأنسجة وغيرها من الأمور قد لا يتوفر زرع للكل، إضافة إلى تكلفة ممكن بها في بعض المراكز كذا. فبس الغسل متوفر وتوفر الدولة بمجاني، رغم أنه هو مكلف جدا الغسل بحد ذاته، الأجهزة والأسرة والنظام الآرأو والمحاليل. الخاص الغسل الوحدة في المستشفيات الأهلية تقريبا 200,000 دينار. نعم هنا يكمل هذا 200 بدون تحاليل، بدون إذا احتاج إلى عملية، هذه القضية تماما مجاني نسويها هنا. أستاذنا العزيز مركزنا مجهز بمختبر حديث يجري تحاليل شهرية للمرضى كامل، إضافة إلى صالة عمليات لشد الدبل لومن قبل الغسل أيضا يجريها ومجانا، بحيث المريض الخدمات إلى متكاملة ومجانية في هذا المركز وفي المركز السابق. يعني احنا ما نقول في التحاليل معينة بسرعة، بس بسرعة عامة أنه الناس تلتزم يعني بشرب الماء، جماعة الأمراض المناعية الذاتية اللي هم أكثر فئة مستهدفة عندنا، وجماعة الضغط والسكر، أنه لازم يكونون حذرين جدا، لأن أول جهاز جماعة الضغط والسكر وجماعة الأمراض المناعية الذاتية اللي هو خصوصا أسأل الله إذا مراري، أول جهاز عندهم ينضرب اللي هي الكدني، ومن تنضرب الكدني بعد المريض لازم يغسل، والغسل يعني أذية للمريض، صح هو أوكي تمشي أموره ويرتاح وهاي، بس تعرف انت مثلا يحتاج غسلتين بالاسبوع، كل غسله مثلا 4 ساعات، تعرف كلها وقت والتزام وهاي، يعني المريض بعد تتحدد حياته، يقوم يعني من 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 يصير بالضبط، ومن يصير عنده فشل كلوي يقوم يتحدد بالاكل، يقوم يتحدد بالمي، يعني 250 مل مي باليوم لازم فقط 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 المريض ياخذ 250 مل باليوم مي المريض اللي يغسل، عمود انه هو يبقى محافظ على صحته على الاقل. هي طبعا اهم شيء المتابعه والرعايه الصحيه اللي هو يكون عند
المعاينات اللي شهرية أو الأسبوعية، إضافة إلى الجلسات الغسل حسب الرقعة مالت الجغرافية، حيكون هذا أهم شيء. بالنسبة طبعا أكيد اهتمام أهله ومراعاة الجانب النفسي، هذا هم جزء مهم يعني. وإحنا هنا بالنسبة لنا كأطباء يعني في كل مريض في كل سيشن أو جلسة غسل يتم يعني الفحصة من قبل الممرضين، من قبل أطباء الاختصاص يعني موجودين، حتى نكون إنه مستوى يعني أعلى ويكون إنه نحافظ على صحتهم أكثر إن شاء الله. نحتاج أعداد مراكز أكثر. طبعا يعني أكيد هو إحنا يعني مرضى العجز الكلوي للأسف كثيرين يعني بالعراق، وهي ضمن يعني هذا المركز هو جزء من خطة وزارة الصحة لتوفير وافتتاح مراكز أكثر إن شاء الله على الغسل الدموي في بغداد محافظات إن شاء الله. كأعداد راح أعطيك أعداد اللي موجودة بالعراق، تقريبا موجود بالعراق 25 إلى 30 ألف مريض على مستمرين على برنامج الغسل الدموي للكلى. كل مريض كنظام عالمي كل 4 مرضى يحتاجون جهاز وسرير واحد، كل 4 مرضى حتى تسوي لهم جدول. انت بهيجي حالة تحتاج تقريبا 6000 جهاز بالعراق. قبل برنامج التوسعة هذا اللي دا تشوفوا انتوا، هاي البرامج موجودة طبعا في كل محافظة، وفي بغداد يوجد أكثر من برنامج توسعة لأن الزخم الأكبر في بغداد. قبل هذا البرنامج كان أكو 1800 إلى 2000 جهاز بالخدمة داخلات في العراق، وهو لا يكفي تماما مثل ما تعرف. بعد انتهاء مشروع التوسعة راح يكون تقريبا 4500 جهاز يعملا بالعراق، تقريبا وصلنا للمطلوب اللي هي 6000-5000 جهاز تقريبا هيك. فإحنا إذا كملنا التوسعة، كملت الوزارة برامج التوسعة إن شاء الله، بعد ما عندنا معاناة في هذا، ممكن بعد 10 سنين بعد ازدياد العدد والكذا أيضا نحتاج ممكن هذه مستقبلا. الوقت الحالي نحتاج أن تكمل التوسعة إضافة إلى التشغيلية القديمة الموجودة حتى يأخذ المريض ساعات وعدد غسلات كافية. لا، هي طبعا حسب قرار الاختصاص، طبيب الاختصاص المشرف على المريض حيكون يتم فحص سريري، وإضافة إلى مجموعة تحاليل يتم إجراءها، أكو تحاليل يومية أسبوعية أكو تحاليل شهرية، وعلى أساس هذا يتقرر إنه المريض يحتاج غسلتين أو غسلة يعني 3 غسلات غسلات إضافية حسب حالة المريض واستجابته. طبعا كل وراء كل معاينة للمريض بعد السيشن الغسل ونشوفه انه هل هو استجاب، الوقت كافي كان له او يحتاج اكثر. بعد ما كملت عمليه الغسل ان شاء الله اتمنى لك الصحه والعافيه. الله يبارك فيك. شلون شفت العمليه، التعاون هنا من قبل الاخوه، الاجهزه والمواد المتوفره؟ والله الاجهزه درجه اولى والمواد المتوفره عند تشوف انت الاسره جيده جدا، الكادر اللي دا يتعب ويانا ليل ونهار هذا احنا نداعي له شيء طبيعي، لازم نداعي او واحد لازم يكون صادق بكل شيء، فنداعي لهم بفد اكراميه. دول دا يتعبون والله، دا يجي بالخمسه ودا يجي بالسته واقفين علينا واقفه، ما نحتاج شيء اذا مو هم موجودين فوق العشاء. يعني للامانه هي جيده طبعا، خبره ممتازه جدا، والدليل على هذا انه بعض الكوادر دا نخرجها نسافر يسافرون برا حتى يتدربون على شيء حديث، يعني ثقوا أن يوصلون مرحلة أنه هم يدربون الكوادر اللي رايحين لهذه الدولة اللي عندنا، والحمد لله والشكر. نعم، وخاصة مثلا التقنية الحديثة الـ HDF من راحوا في الجامعة الأمريكية في لبنان يسألون يقولون معقولة تعرفكم هذه التقنية دخلت وهم بلبنان ماكو موجودة، الحمد لله والشكر. العدد بالنسبة للعدد إذا تسأل يعني المركز الحالي، يعني نحاول مع السيد المدير العام وهو مشكور وما يقصر انه نغطي العدد اللي نتوقعه من ناحيه المرضى، فيحتاج الى كادر متكامل. الان دا يزداد الكادر شويه شويه، بس انت الكادر من تجيبه يراد له شهرين يتدرب يلا يقدر على الجهاز وعلى المريض وعلى الكذا. فاحنا الان في طور تدريب الكادر اللي عندنا، الكادر اللي موجود حاليا مدرب وكامل، اكو وجبه ثانيه واكو وجبه ثالثه، ما ان يخلصون تدريب يلتحقون بينا، راح تكون متزامن مع ازدياد عدد المرضى. كمرضى عجز كلوي شنو تحتاجون من ناحيه عدد المراكز؟ المراكز لازم تكون اكثر من مركز. يعني هسه هذا المركز افتتحوه خير من الله، بس احنا نطمح بعد شنو؟ بعد اكثر بالمراكز. راحه المريض
لان هذا المرض كثره داير هالايام، فلازم نوفر له مراكز اللي تخدم المرضى، وهذا بعد شغل الساده المسؤولين. جيد. بعد المركز عن المريض ياثر على المريض يعني صحيا؟ نعم. شيء طبيعي ياثر، لان مرضى الفشل الكلوي يعانون من ضعف بالعظام، يعانون من مرض المفاصل، فيكون صعوبة تنقلهم إلا من خلال عربانة يعني. هسه هذا المركز اللي لمسته إنه من السيارة للباب. جيد. فهاي إن شاء الله كل زينة. أتمنى لكم الصحة والسلامة. الله يبارك فيك، خليك الله. ومثل ما أقول لك، إحنا نداعي للموظفين خطية ذولا. هم دي يتعبون. والمركز بلي الموظفين ترى كل شيء ما يسوي. طبعا. لأن هم بلي شغله. أكيد، هم الأدوات المهمة. إذن مثل ما تابعنا، الأجهزة والإمكانات المتوفرة في المركز الوطني لغسل الكلى أجهزة جيدة وعلى مستوى عالي من الأداء، والمرضى المراجعين أشادوا بهذا الموضوع، لكن تبقى الحاجة إلى مراكز أكثر لمرضى غسل الكلى وباقي الأمراض. التوجه الجديد من قبل السيد رئيس الوزراء بدعم القطاع الصحي توجه مهم ويمس حياة المواطن بشكل مباشر. حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج فضل انتهت. في أمان.